10 تماما بتوقيت العاصمة أسمرة، إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء مستهلة إياها بالعناوين. الرئيس سياسة فورقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. الاحتفال بعملية فنقل بحفاوة كبيرة. احتفالات شعبية في مصوع بمناسبة ذكرى فنقل. عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 28,100 دون مأوى. الولايات المتحدة تضيف 6 كيانات صينية إلى القائمة السوداء. إيران تعلن توقيف المتورطين في الهجوم على مصنع عسكري. مرحبا بكم. أجرى الرئيس سياس أفورقي مساء اليوم مقابلة في مدينة مصوع مع وسائل الإعلام المحلية بثت مباشرة عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية، مجيبا على الأسئلة المتعلقة بالعربدة الثالثة لزمرة وياني والتطورات التي أدت لاتفاق بريتوريا والمؤشرات المستقبلية وسياسات الأمن القومي الأمريكية وتدخلاتها المعرقلة. وبدأ الرئيس سياسة فورقي الإجابة متسائلا لماذا كانت الحوجة لهذه الحرب أساسا، قائلا بأن عصابة ويان انتهت لعبتها بعد تنفيذ الكثير من الدمار في إثيوبيا خلال توليها السلطة، لكن توقيع اتفاق السلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا عام 2018 خلق الإحباط في واشنطن وشركائها. لذلك فإن العربدات الثلاثة الماضية كانت لعرقلة وتعكير هذا السلام. وأوضح أن الدمار الذي حدث جراء العربدة كبير جدا، وأن اتفاق بريتوريا جاء لمعالجة بضغوط واشنطن بعد التأكد من فشل العربدة. وقال إن إريتريا ليس لديها إشكالية لتنفيذ الاتفاق تطبيقيا، مشيرا إلى وجود ألعاب الآن أيضا لإفشال السلام النسبي الذي تحقق بإطالة الوقت. لهذا يتطلب المتابعة المتهمة لتنفيذ الاتفاق. وحول سياسة الأمن القومي الأمريكية والتدخلات المعرقلة التي ظلت تؤثر كثيرا على الأوضاع الدولية والأقليمية واستراتيجيتها الجديدة بعد كل هذا الدمار والفشل، وإمكانية وجود نظام عالمي صحي يمتثل لقانون ويخلق الأرضية للمنافسة الصحية. وأوضح فخامته ردا على هذه الأسئلة بأن أهم المشاكل السائدة تكمن في السلوك والتفكير الطبيعي، ولا يمكن التفكير للحد من أعمال الجشع السائدة فيما يتعلق بالاستحواذ على ثروات الآخرين والجاهزية لتقبل المنافسة الشريفة الرامية للعيش بسلام ووئام وكذلك المساواة، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة أيضا تضم الأفكار القديمة كما هي، وأن الخطوات العملية المتخذة على مستوى العالم ترمي إلى صيانة طموحات القطب الأوحد التأسسية والفاشلة ولا تهدف إلى إحداث تغيير رئيسي. وعلى عكس ذلك يشهد العالم ظواهر تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وهذا لا يأتي من طرف القطب الأوحد بل هو نتاج أعمال نضالية منسقة، ذاكرا في الوقت ذاته بأن الشعب الإريتري لم يحصل على استقراره خلال 80 سنة نتيجة لهذه السياسة الفاشلة، ولكنه وصل إلى هذه المرحلة معتمدا على ذاته ودون البحث عن قوة داعمة، موضحا بأنه يتطلب بذل مساع حثيثة وجادة بين شعوب مناطق النيل والقرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر لتأمين السلام والمصالحة بالتفاهم والتعاون فيما بينها. هذا وسوف يتواصل لقاء فخامة الرئيس في الأسبوع القادم. نظم الاحتفال الرسمي بالذكرى 33 لعملية فنقل يوم أمس 11 من فبراير بحضور فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وقادة الجيش والجبهة والاتحادات الوطنية والضيوف المدعوين.
وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة في الكلمة التي ألقتها أن عملية فنقل كانت عملية إعجازية أظهرت قدرات الجيش الشعبي العسكرية عامة والاستراتيجية الحربية البرية والبحرية للجبهة الشعبية خاصة، لذلك يحتفى بها سنويا، مؤكدة بأن الاحتفال بالمناسبة هذه السنة يجري في مرحلة مبشرة. وقالت إن البطولات والمساهمات والتشجيع الذي أبده الشعب للتصدر للأعداء بعدم مشاقليهم يعتبر مفخرة واعتزاز وطني مترسخ في كل إريتري ويجب مواصلته عبر الأجيال. وشكرت كافة الجهات الحكومية والجبهة والشعب وجيش التنمية لتنظيم الاحتفال التاريخي بحفاوة. من جانبها هنأت رئيسة لجنة الاحتفالات السيدة زينب عمر الشعب في الداخل والمهجر بالمناسبة العزيزة، وقالت إن احتفال هذه السنة يجري في مرحلة سلام وبناء مبشرة. شهد الاحتفال فعاليات ثقافية وفنية عكست البطولات والمهام المستقبلية. نظم سكان مدينة مصوع حفلات شعبية منذ منتصف اليوم الأحد الثاني عشر من فبراير بمناسبة الذكرى 33 لعملية فنقل. وأوضح السكان أن عملية فنقل بشرت بانتهاء عمر الاستعمار هي جزءا من بطولات ومعجزات الشعب الإريتري، مؤكدين بأن حالة الاستقرار التي يعيشونها نتاج تضحيات الأبطال ولها مكانة عزيزة في وجدان جميع المواطنين. وذكروا بأن المؤامرات والعدائيات التي حيكت ضد سيادتنا ووجودنا تم تجاوزها بالتصدي والصمود والوحدة القوية للشعب، ويأتي احتفال هذه السنة في مرحلة مبشرة. وأكدوا بأن الشعب الإريتري والمناضلين الذين اقتلعوا الاستعمار بعملية فنقل سيعملون دون كلل لبناء الوطن، موضحين العمل لإنجاح برامج التنمية والبناء الجارية في مدينة مصوع. وقد تم الاحتفال بالذكرى 33 لعملية فنقل من 10 حتى 12 من فبراير بمختلف الأنشطة والفعاليات تحت شعار فنقل عهد راسخ. أفادت الاجتماعات التي عقدت في مديرية هيكوتا وعالي القاش في أقليم القاش بركة مساهمة الشعب بدور كبير لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح في الاجتماع الذي عقده تنفيذ ناجح لأغلب البرامج الموضوعة، مشيدا بالمشاركة الشعبية القوية لحماية التربة وحفظ المياه. وذكر المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيد أراغاي مبرهتو بناء الحواجز المائية في الأراضي الزراعية بالآليات والنفير الشعبي وحصاد مزارع المرابطين للدفاع عن الوطن. وذكر مدير مديرية أعالي القاش السيد جدي استيفانوس تنفيذ برامج إصحاح البيئة والتحصيل الضريبي للأراضي والمواشي وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. دعت سلطة القابات والحياة البرية في مديرية أغردات لتضافر الجهود للسيطرة على القطع الجائر للأشجار. وأوضح مسؤول السلطة في المديرية السيد برهي هابتوم أن أنشطة قطع الأشجار تجري في مختلف المناطق خاصة على ضفاف نهر بركة بسبب الزراعة المروية، مشيرا إلى أن شجرة الدوم تواجه مخاطر الانقراض ويجب الاهتمام بهذا الشأن. وذكر انخفاض عدد الأشجار المستوطنة خاصة الدوم نتيجة القطع الجائر والحرائق، ودعا أصحاب البساتين على ضفاف نهر بركة الكف عن قطع شجرة الدوم لفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، والمزارعين والرعاة الاستفادة الحذرة من النار التي يستخدمونها وإطفاؤها، وحثاء لتشديد عقوبات قاطع الأشجار. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 28,000 قتيل، وتراجعت بشدة آمال العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على حدوث الكارثة التي اعتبرتها الأمم المتحدة أسوأ حدث تشهده المنطقة في 100 عام.
وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نقل مساعدات الإغاثة من الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا إلى الأراضي التي تسيطر عليها جماعات المعارضة يتعثر بسبب مشاكل في الحصول على موافقة هيئة تحرير الشام. وذكرت الحكومة السورية الأسبوع الماضي أنها مستعدة لإرسال مساعدات إلى المنطقة الشمالية التي دمرها زلزال الاثنين الماضي وتسيطر عليها إلى حد كبير هيئة تحرير الشام. وتصارع فرق الإنقاذ غربي سوريا الوقت بإمكانيات محدودة، بينما توشك عمليات البحث في أعقاب الزلزال المدمر على إتمام أسبوعها الأول، ويتضاءل الأمل بالعثور على ناجين. أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 6 كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به إلى قائمة تصدير سوداء. وتأتي القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض إنه سينظر في بذل جهود أوسع لكشف ومعالجة أنشطة المراقبة الصينية الأكبر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها، بحسب وكالة رويترز. وقالت وزارة التجارة إن شركات الخمسة ومعهد أبحاث واحد يدعمون جهود تحديث الجيش الصيني، وتحديدا برامج الطيران التابعة للجيش التحرير الشعبي الصيني بما في ذلك المناطيد والبالونات. وتتسبب الإضافة إلى القائمة السوداء في صعوبة حصول الشركات المستهدفة على صادرات التكنولوجيا الأمريكية. أعلنت السلطات الإيرانية توقيف العناصر الرئيسية المتورطة في هجوم بطائرات مسيرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد. وكان سفير إيران في الأمم المتحدة اتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم بالطائرات المسيرة في يناير الماضي. وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري أنه تم تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن هجوم فاشل بطائرات مسيرة في 28 يناير استهدف مجمع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان. للمرة الرابعة في أقل من شهر خرج الفرنسيون في مسيرات احتجاجية استجابة للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي لا يتمتع بشعبية ويريده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وانتهز الأخير الفرصة داعيا إلى التحلي بروح المسؤولية ومثيرا لقضب النقابات. ونشرت السلطات 10,000 عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4,500 في العاصمة حيث سجلت حوادث عصرا بينها إحراق سيارة. وتم توقيف 10 أشخاص في باريس وفق الشرطة، كما تم نقل دركي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في العين من جراء رشقة مقذوفات. في الختام إليكم أهم ما جاء في هذه النشرة. الرئيس سياسة فورقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. الاحتفال بعملية فانقل بحفاوة كبيرة. احتفالات شعبية في مصوع بمناسبة ذكرى فانقل. عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 28,100 دون مأوى. الولايات المتحدة تضيف 6 كيانات صينية إلى القائمة السوداء. إيران تعلن توقيف المتورطين في هجوم على مصنع عسكري. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.